أخرى. بصقر تحياتنا له يعني كابتن حمادي. يمكن هسه العالم تحكي عمر وعمر، ممكن لحد الان هو كل مباراه يدخل يسجل، حتى لو يدخل ربع ساعه يسجل. بعيدا عن الرياضه انه شخص يعني محترم جدا، يحب اللاعبين الشباب يعني خصوصا في منطقه القوى الجويه، دائما كان ينصحنا احنا لاعبين شباب، يحبنا يحكي ويانا دائما. اتمنى لك التوفيق وان شاء الله المزيد من العطاء ان شاء الله. الوقت بدا يداهمني، بقى عندي دقيقتين وعندي وجوه.